يرافقنا الناخب الوطني المغربي خلال المؤتمر الصحفي اليوم اللي تجرى معهد السلام بمصر، اعتبر ان المواجهه بين المنتخب المغربي والمنتخب الايفواري مواجهه قويه ومواجهه تدير بالشيء الكثير، ولكن على انه كان محدود انه داز في الدفه الاحتياط ديال المنتخب الايفواري واليوم كيتواجد مع المنتخب المغربي، اعتبر انه تجربه مع كوت ديفوار كتبقى من بين احسن التجارب، كتبقى اليوم في عداد المناطق التركيز ديالو مع المنتخب المغربي. المغربي اللي كتوفر ايضا لاعبين جيدين اسماء جيده وكيلعبوا بشكل جماعي، والهدف هو التركيز مع المنتخب المغربي من اجل السير قدما في هذه التظاهره الافريقيه ديال كان 2019. طبعا الغياب ديال بوطيي ربما اثر نسبيا على التشكيله الرسميه للفريق ديال المنتخب المغربي، ولكن عنده ثقه زائده في كل مقومات اللاعبين ديال المنتخب المغربي، لان يعني كل لاعب الا غادي يقدم الاضافه انه هي المرجوه في هذه المواجهه. واعتبر ان المواجهه قويه بين الطرفين، وأكد على أن المنتخب الإيفواري أيضا عنده يعني قوة وشخصية ولاعبين متميزين، وعلى علم بخبايا المنتخب المغربي أيضا بمقومات ومكانة الناخب الإيفواري إبراهيم كامارا اللي سبق لنا نشتغل معه. أعتبر أن المواجهة تكون قوية وأتمنى أن تعطي فرصة وأن المنتخب المغربي والإيفواري أنهم يمشيوا بعيد في المنافسة الإفريقية، وأكد على أن الحكام عليهم أنهم يعطيوا فرصة للاعبين من أجل شرب الماء، يعني خاصة أنه كتكون حرارة الجو هي حرارة مفرطة وضروري أن اللاعب كيكون في أمس الحاجة لشرب الماء، أن يشوف الفترات ديال فترة المنتخب تاعهم من أجل تزود اللاعبين بالماء، ماشي بحال اللقاء الاول ديال ناميبيا اللي اللاعبين تحرموا من هذه الميزه اللي هي معروفه في البطولات الاوروبيه، ولكن اللاعبين يكونوا في صحه جيده للتعود بمعنويات مرتفعه ويكونوا يحبوا طموح لتحقيق الافضل في هذه المقابله، وايضا تحقيق النقاط في انتظار المواجهه الاخيره امام جنوب افريقيا والتاهل للدور القادم. من جهته المدرب الايفواري ابراهيم كامارا اعتبر ان المنتخب المغربي منتخب قوي، يعني عنده تقنيات فرد للاعبين متميزين، ولكن ميزته الخاصه انه بيلعب بشكل جماعي، وهذه القوه الضاربه للمنتخب المغربي اكدها ابراهيم كامارا المدرب الايفواري، واكد من جهته انه ما كيهموش المنتخب المغربي خلال ما كيهمو المجموعه ديالو اللي ركز على خلال التدريب على مجموعه من المعطيات اللي ممكن تكون المفتاح ديال النجاح ديال المنتخب الايفواري امام المنتخب المغربي. لقد هذه مراسله وقتيه خاصه حصريه لرؤيا تي في مباشره من السلام وكذلك فعاليات المنافسات كاس الدار.